مشاركتي في الفيلم غنى وتمثيل، الأكتر طبعا هيكون تمثيل لأنه اللي موجود في الفيلم أغنية واحدة عشان هي بتقول كل حاجة يعني في الفيلم، وفكرة الفيلم عجبتني، ده اللي حمسني أن أنا أوافق على الورق. سبيشالي كمان أنا بحب سامح قوي، وسامح من الشخصيات اللي هي زي ما هي على الشاشة هي أحلى كمان في الحقيقة، واتبسطت قوي لأنه قابلته السنة اللي فاتت، كنا في يعني في مقلب مع بعض بالصدفة، فشوفنا بعض في الأوتيل واتكلمت معاه كتير جدا، ولقيته إنسان جميل قوي من جواه، واتبسطت قوي إنه هو بطل العمل لأن أنا بحبه هو شخصيا. يعني لو كلمنا عن كواليس العمل جمعتكم مواقف كوميدية كتير أكيد. سامح بيبقى مركز قوي في شغله، بس ده ما يمنعش ان هو لما بياخد بريك كده من التركيز بيبتدي يضحك كل اللي حواليه. بالنسبه لدورك في الفيلم لو اتكلمنا عليه بمختصر ومفيد حتى. دوري في الفيلم هو قريب قوي من شخصيتي، شخصيه متفائله بتحب الحياه ومقبله عليها، جريئه مش بتخاف من حاجه، وبتبقى عايزه اللي حواليها كده، يعني بتحب تسيب حاجه جوه الشخص اللي قدامها، فعجبتني الشخصيه عشان كده.